الصبر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. إنني من هنا من بيرة عمان الأبية ومن خلال القناة الأحرار وجه ندائي لزملاء المهنة العسكرية، زملائي في القوات المسلحة والجيش الشرفاء، وأقول لهم إن ما عجزتم عن القيام به في القوات المسلحة قد نال عنكم هؤلاء الشباب من خلال هذه الثورة البيضاء في صنعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه الثورة البيضاء التي جسدت أروع ملاحم البطولة والتضحية والإيثار والوراء لهذا الوطن. سأقول لكم ومن خلالكم لا تخذلوهم وتذكروا القسم والعهد العسكري الذي في رقابكم. إنني أقول لكم أدعوكم أيها المقاتلون الشرفاء، أيها الضباط، أيها الزملاء في كل الوحدات العسكرية، إنني أقول لكم وأنتم تعرفونني جيدا، انتفضوا من قبوركم التي دفنها فيكم علي عبد الله صالح 33 سنة. الله أكبر. وترفعوا وتمثلوا بهذا الشباب في ساحة الحرية وساحة التغيير. إنني أقول لكم لقد كنتم خلال هذه الفترة خداما لعلي عبد الله صالح وأسرته، ولم تكونوا خداما لهذا الشعب أيها الأبطال. إنني أقول لكم إن علي عبد الله صالح أحيا كل نعرات الجاهلية في كل الوحدات العسكرية وفي كل مؤسسة الدولة وفي كل القطاعات داخل وخارج الوطن. الله أكبر. لكم ترفعوا أيها المقاتلون، ترفعوا عن هذه النعرات الجاهلية كما ترفع الشباب في ساحة الحرية. ترفعوا أيها الشباب، وإني لكم أنا أحد المقاتلين. يريد إصلاح النظام، الشعب يريد إصلاح النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. أنتم تعرفوني جيدا هم مقاتلون، أنا العقيد الركني آل شمسان، قائد معسكر في ردفان منذ 4 سنوات في الحبيبين، وأنا أحد الخسائر التي حضرت إلى عمان للعلاج. أقول لكم لقد كان أبناء المحافظة الجنوبية سباقون وصنعوا هذه الثورة قبل الشباب، ولكن علي عبد الله صالح سلط عليهم القتلة وقطاع الطرق وشوه حركتهم السلمية كما يسلط على الجو اليوم في صنعاء البلاط. الشعب اليمني، الشعب اليمني واحد، الشعب اليمني واحد، الدم اليمني واحد، الهم اليمني واحد، الشعب اليمني واحد، الشعب اليمني واحد، الدم اليمني واحد، الهم اليمني واحد. تحية لكل الشهداء، والله أكبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.